صعب هكذا. دليل جاهزية شعار أبو سلطان ودليل المشترى وضخ الأموال من خلال أيضا انتزاع لمثل هذه الأشواط ويهدي جماهير أهالي منطقة مرغم ممثلا من العيار الثقيل من مدينة دبي للمنافسة والتحديات وللإثارة. فنتمنى لك التوفيق إن شاء الله في هذه الليلة مع اللقاية في جائزة زايد الكبرى والكثير من الرموز إن شاء الله. أفراحنا من أفراحك يا أبو سلطان، فنتمنى التوفيق للجميع. نسير إلى المقدمة مع شوطنا الثامن عشر الذي يضم نخبة من أيضا الأبكار الإذاعة المهجنات الأصايل. هو يعتبر شوط الختام، شوط الوداع اللي يودع برنامجنا. كل الشكر دائما نشكر نادي دبي لسباقات الهجن، نشكر سعادة علي بن سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي المتابع لكل صغيرة وكبيرة، ونشكر اللجان الغائمة بالعمل والتنظيم في أرضية ميدان سيف العرب بقيادة الأخ محمد الرزي وسهيل بن حضيبة المزروعي والإخوان المرافقين لهم في التنظيم. تقبلوا كذلك تحيات الكادر الإعلامي اللي يوصل لكم الصوت والصورة، ونسير مع هذا المسار إلى المقدمة وإلى المركز الأول. هنا رواية محمد بن علي بن علوان الاكتبي على مقدمة الشوط وعلى البداية، بينما في المركز الثاني عشاقة عيسى بن عبد الله بن يبيع السبوسية تقدم في ثاني المراكز، بينما في المركز الثالث هذه المغيرة عبد الله بن حميد بن سهيل المقبالي يأتي على مستوى المركز الثالث. وفي المركز الرابع هنا شخصية سعيد بن علي بن سعيد الاكتبي على المركز الرابع. المركز الخامس هذه مزنة يا مزنة، من لا يعرف مزنة وانجازاتها وبطولاتها. هذه مزنة تذكرنا بمزنة اللي صالت وجالت ايضا في الانجازات والبطولات في الاعوام الماضية. يتقدم الان مع مزنة حمد بن معيوف العامري يقدم لنا مزنة، بينما في المركز السادس عندنا هدبة، لفيصل بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري ضيفنا من دولة قطر من الدوحة القادم. هذا الشعار الكبير، ولكن هنا صعبي مرغم يتقدم ليقدم لنا الطيارة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، يأتي على مستوى المركز السابع في هذه اللحظات، بينما في ثامن المراكز اللي واصلة هذه بشاير علي بن يمع الغويس السويدي يتقدم على مستوى المركز الثامن وتاسع المراكز. هذه شقرة لسيف بن نايع بن سالم الغفلي على المركز التاسع، بينما في عاشر المراكز هنا فزعة مبارك بن راشد بن محمد بن سبت الخيالي أحد ممثلين الرباح، أحد خريجي كلية الرباح في التضمير وفي الإنجازات ومغر الإنجازات والرموز. الله 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 الله، هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى. أو فينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات، لكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى البداية الأولى. وهنا المسيطرة على المقدمة، مسيطرة على الصدارة الأولى في هذه اللحظات. من هي المسيطرة الآن وغيرت إلى المقدمة، غيرت إلى الصدارة وإلى البداية؟ الرواية على المقدمة، رواية تشاهدونها في صدارة هذا الشوط، محمد بن علي بن علوان الاكتبي هو الآن مسيطر في مقدمة الشوط وفي البداية الأولى، بينما في المركز الثاني شخصية، لسعيد بن علي بن سعيد الاكتبي مع المركز الثاني. وثالثا غادمة هنا أيضا عشاقة، عيسى بن عبد الله بن يبيع السبوسي، وهنا الواقع
واصلة والغادمة الغادمة بشاير علي بن يبعى بن خميس الغويص السويدي يتقدم على المركز الرابع وخامس المراكز اللي هي مزنة حمد بن معيوب بن محمد العامري يأتي على المركز الخامس في هذه اللحظة. المركز السادس عندنا اللي هي المغيرة عبد الله بن حميد سهيل المقبالي وفي المركز السابع. المركز السابع اللي غادمة هذه هي الطيار محمد بن سلطان بن مطر بن برخان الكتبية يأتي هنا مع المركز السابع. المركز الثامن هنا بن سبت يتقدم بن سبت يأتي مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات عمرو بن سبت اللي يراقبها اللي يضمرها ويتابعها يتابعها في هذا المعترك. ولكن هنا شوط الختام شوط الوداع اللي يودع برنامجنا وين الشوط يتحدد مصيره بين هؤلاء الأسماء الغوية بين هؤلاء الشعارات اللي تعد العدة للختاميات لمهرجانات هذا الموسم أضخم مهرجانات المواسم هذه الموسم الجميل اللي يعدون له العدة بأكثر عدد المهرجانات. الله 1200 يا مضمرين ويا مشاهدين يا مراقبين في هذا المعترك وفي هذه المنافسة الجميلة. وهنا هنا على الصدارة الشخصية سعيد بن علي الكتبي أراح إلى المقدمة أراح إلى الصدارة الأولى. ولكن هنا الغادمة هنا الغادمة مغيرة عبد الله بن حميد بن سهيل المقبالي والطيارة بدأت تطير الطيارة شدوا الأحزمة الآن مع صعبي مرغم مع صعبي مرغم محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي المركز الرابع. المركز الرابع شوف هناك مزرة مزرة محمد بن معيوف العامري العامري غادم بقوة يا يوم منافسة يا يوم تحدي وصراع. الله 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 على الإثارة الله على التحدي الجميل الذي نشاهده مع صدارة هذا الشوط ومع المركز الأول مغيرة مغيرة عبد الله بن حميد بن سهيل المقبالي المقبالي هو الأقرب من الفوز ومن الانتصار. وسعيد بن علي مع المركز الثاني الكتبي وهناك الطيارة لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان دولادية وراغب اللي غادمة غادمة بشاير علي بن يمعة بن خميس الغويس السويدي. الله 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 شوط الختام شوط الوداع اللي ودع برنامجنا هذه مغيرة 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 وهنا الغادمة بشاير بشاير مغيرة الغويس ولا المقبالي الشوط وين ختامها مسكة ختامها مسكة. سلام الغويس سلام سلام على هذا الفوز والانتصار لمالك بشاير اللي بيجمع بالخميس الغويس السويدي هنيا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت المغيرة عبد الله بن حميد بن سهيل المقبالي. المركز الثالث وصلت شخصية لسعيد بن علي بن سعيد الكتبي. هكذا النتيجة هكذا نداء إلى التوقيت الزمني عطنا 7:41 تهانينا والناموس إلى مالك مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام تهانينا للغويس على فوزه بشوط الختام اللي بيجمع الغويس فوز بشاير في المركز الأول. وصلنا إلى الختام كل شكر لنادي دبي لسباقات الهجن شكرا لكل الجان تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر الإعلامي يستودعكم الله التي لا تضيع ودائعها وإلى اللقاء.